فعلا. احنا معانا قائد العيله الاهلاويه اللي معانا النهارده يا جماعه، كابتن عادل شومان والد كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم، منورنا في البيت الكبير، وبنتكلم على عيله اهلاويه 100%. حضرتك طبعا قائد هذه العيله، ومشرفنا ابن حضرتك وزوجته، وكمان في الجزء الاخر الاخت كمان على مستوى الفجر طبعا. فاشرح لنا العيله الاهلاويه دي عايشين تنس الطاوله، خاصه تنس الطاوله عايشينها ازاي، وابن حضرتك منورنا هنا في البيت الكبير. اهلا بيك كابتن هاني، ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك. والله احنا تنس الطاوله عايز اقول حضرتك يعني كنا هم بيتمرنوا على طول من وهم صغيرين، فعلا زي محمد قال كده ان احنا فعلا ما كناش بنتمتع باي سفريات او اي حاجه، لان اللعبه دي بتحتاج تمرين على طول. كنت باخدهم ومرنهم على طول في اذا كان في النادي او قبل ما وانا كنت مسافر الكويت كنت بمرنهم برضو، فكنا عايشين على طول حياتنا تنس طاوله يعني. في الكويت؟ انا مولود في الكويت. وانا كمان مصر. انت مولود فين؟ فين انا ما اعرفش. مولود فين يا كابتن عادل؟ انا عارفه. لا طبعا حضرتك بتتكلم على يعني على لعبه، يمكن انا اول يعني ما كنتش اعرف ان لعبه تنس الطاوله بتاخد هذا المجهود والكم الكبير، لكن طبعا على مستوى البطولات ما شاء الله، يعني بنقول لك مبروك يعني لمحمد البطولات والاسم الكبير اللي عمله، وكمان لحضرتك كمان، حضرتك كنت لاعب كبير ومدرب كبير في النادي الاهلي على مستوى تنس الطاوله، فده يعني عائله اهلاويه 100%. ومش عايز اسالك على الكوره، لان يعني انا يعني برضو نفس السؤال، محمد ما لعبش كوره او حاول يزوغ منك كده شويه وصغير يلعب كوره؟ هو محمد مالوش في الكوره، بس انا ليا في الكوره. انا كان لينا في الكوره زمان، كنا بنلعب، حتى كان نادي الاهلي زمان كان بيعمل دورات رمضانيه، وكان فريق تنس الطاوله بيشترك فيها، وكنا بنعمل نتائج طيبه جدا في كره القدم يعني. طب ده شيء كويس كمان على مستوى الكوره. كابتن عادل، انا عايز اتكلم مع حضرتك يمكن برضو في اللي عرضوا التقرير عن حب حضرتك طبعا بالاساس، وده اللي يعني صدرته لاولادك، او يعني هم ورثوه منك حبك للنادي الاهلي. يعني حتى يمكن فجر اللي اتعرض التقرير، اخت كابتن محمد رفضت ان هي تلعب لفريق نادي الزمالك، رفضت حتى ان هي لما تروح لاي نادي اخر ان هي تلعب امام الاهلي. بالظبط، هو فعلا حصل ان هو يعني عرضوا عليها في نادي الزمالك، بس هي طبعا يعني من وهي عندها مثلا 5 سنين في نادي الاهلي رفضت انها تروح نادي الزمالك. وفعلا لما كان النادي الاهلي بيلعب ضد فريقها اللي هو نادي المعادي، يعني كانت بترفض انها تلعب على اساس انها هي متربيه في النادي الاهلي، فكانت ما بتحبش انها تلعب قدام النادي الاهلي، وخصوصا كمان ان انا يعني المدرب بتاع الفريق يعني. ففعلا كانت بترفض انها تلعب قدام فريق النادي الاهلي. دي روح جميله جدا، وتدل ان فعلا يعني الانتماء ما حدش بيشتريه، وحب النادي. ويمكن لقطه صغيره دي ساعات بنحطها، او يعني ده بيتكرر في لعيبه الكوره، مثلا لما النادي الاهلي يعير لعيب بيشترط ان اللعيب ده ما يلعبش ضده، فالروح دي لما بتكون موجوده دي بتدل كمان يعني متربيين في النادي الاهلي، وحب الكيان موجود في حضراتكم بدايه من حضرتك لغايه حتى الاحفاد ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وهو فعلا يعني احنا يعني وهي فجر يوم ما كانت يعني يوم هتبطل ان شاء الله في النادي الاهلي، يعني مسيرها هترجع النادي الاهلي وتبطل فيه طبيعي ان شاء الله. كان ليك يا كابتن عادل تجارب تدريبيه في الامارات او في السعوديه كمان؟ لا، هو انا لما دربت في الكويت، وبعدين رجعت تاني مسكت في النادي الاهلي، وبعدين رجعت سافرت دربت منتخب اليمن سنه، وبعدين رجعت وسافرت تاني السعوديه مسكت مدير فني اهلي جده. لاهلي جده. دي اخر حاجه، وبعدين رجعت بقى مصر بقى، يعني استقريت في مصر بقى، قلت كفايه كده بعد ما محمد ربنا رزقه بتميم، فقلت لا كفايه كده سفر، والواحد بقى يتمتع باولاده يعني. ما شاء الله. طبعا يعني تاريخ برضو كبير، ويعني احنا طبعا بنشكرك اولا على محمد بطل النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ويعني ده يعني امتداد لحضرتك وحبك للنادي الاهلي. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا تواجدك معانا هنا في البيت الكبير، وان شاء الله باذن الله نشوف ابطال زي محمد على مستوى النادي الاهلي وحتى على مستوى منتخب مصر.
شكرا ليك يا كابتن عادل. كابتن عادل شومان والد محمد شومان طبعا لاعب تنس الطاولة الكبير.